رياض ومدارس جامعة الزرقاء، ثانوية البني، مادة علوم الأرض والبيئة للصف التاسع. رح نستكمل يا تاسع بحصة اليوم بإذن الله تعالى عن النظام الشمسي الوحدة الثالثة. بحصة اليوم رح نتطرق لمجموعة من الظواهر اللي بتحدث عندي في داخل النظام الشمسي، اللي هي كسوف الشمس وكسوف القمر وظاهرتي المد والجزر. في الحصة الماضية يا تاسع حكينا عن موضوع أطوار القمر، وحكينا عن السنة الشمسية والسنة القمرية. في حصة اليوم رح نرجع نحكي عن أطوار القمر، لأن القمر وأطواره إلها دخل، وهي جزء من المسبب اللي بده يخلي يصير في عندي الظواهر الأربعة اللي رح نحكي عنهم في حصة اليوم. رح نبدأ بأول ظاهرة بإذن الله تعالى، اللي هي ظاهرة كسوف الشمس. ما المقصود بكسوف الشمس؟ ومتى تحدث ظاهرة كسوف الشمس؟ وما أنواع الكسوف؟ كسوف الشمس يا شباب عشان يحدث عندك لابد من تواجد أجرام سماوية ثلاث، اللي هي الشمس زي ما أنت شايف معاي بالشكل، والقمر، والأرض. إذا لازم يكونوا في عندك الأجرام السماوية الثلاث، ولابد من تواجدها على استقامة واحدة. لكن القمر بده يكون مكانه بالوسط ما بين الشمس وما بين الأرض. إذا القمر بده يكون مكانه ما بين الشمس وما بين الأرض. الآن القمر شو رح يعمل عندي؟ رح يعمل على حجب أشعة الشمس من أنها توصل إلى منطقة معينة من الأرض. هاي هي ظاهرة كسوف الشمس. إذا كسوف الشمس بيحدث عندنا لما تكون الأجرام الثلاث على استقامة واحدة، اللي هي الشمس والقمر والأرض. القمر بيكون في المنتصف ما بين الشمس وما بين الأرض، بيعمل على حجب جزء معين من أشعة الشمس من إنها توصل إلى الأرض. الكسوف عندنا يا شباب نوعين، إما كسوف كلي وإما كسوف جزئي. الكسوف الكلي يا شباب بيحدث عندك لما بيكون القمر في طور المحاق. وضحنا شو يعني طور محاق، حكينا إنه هو بيكون بداية لولادة القمر وظهوره على سمانة، أو إنه نطلع عليه من سطح الأرض. لما بيكون عندنا طور القمر محاق، رح يعمل عندي القمر على حجب ضوء الشمس كامل، ما رح نقدر نشوفه. تمام؟ فلما بنطلع إحنا سكان الأرض على الشمس، ما رح نقدر نشوف قرص الشمس أمام أعيننا. بينما بالكسوف الجزئي رح يحدث في منطقة شبه ظل القمر، فعشان هيك نقدر نشوف جزء من الشمس اللي هو الجزء المتكشف. هاي هي ظاهرة كسوف الشمس. الظاهرة الأخرى اللي هي ظاهرة خسوف القمر. ظاهرة خسوف القمر برضو بيكون عندي الأجرام السماوية الثلاث، اللي هي الشمس والقمر والأرض. إذا الخسوف برضو بده يتواجد عندي الثلاث، شمس والأرض والقمر. لكن الآن الأرض تصير بالمنتصف ما بين القمر وما بين الشمس، فرح تعمل الأرض على حجب ضوء الشمس من إنه يوصل إلى القمر. الخسوف نوعين، إما خسوف كلي وإما خسوف جزئي. الخسوف الكلي يا شباب بيحدث عندك لما بيكون القمر في طور البدر، بيكون عندك القمر في طور البدر، بيحدث عندنا خسوف كلي. طبعا بيقع ظل الأرض على القمر فبيحجب ضوء الشمس عنه. بينما بالخسوف الجزئي بيحدث لما بيكون، أو بيحدث إذا وقع القمر في منطقة شبه ظل الأرض. في هاي الحالة بيكون عندنا خسوف جزئي. هاي هي ظاهرتي الخسوف والكسوف. الآن السؤال اللي بدنا نطرحه شباب، طب ما إحنا أطوار القمر متكررة عندنا، تتكرر عندنا في كل دورة قمرية، مع هيك ما بتحدث عندنا ظاهرتي الكسوف والخسوف في كل دورة قمرية. طب شو السبب؟ السبب إنه مراكز الأجرام السماوية الثلاث اللي هي الأرض والقمر والشمس لا تقع على استقامة واحدة دائما، يعني ما بقدر ألاقيهم على نفس الاستقامة دائما، علشان هيك ما بتحدث عندي هاي الظواهر إلا في حالات معينة. هاي الصور عندك هون بتعرض لك كسوف الشمس
وخسوف القمر. ننتقل مع بعض شباب إلى الظاهرات، ظواهر أسفل المد والجزر. ما المقصود بالمد وما المقصود بالجزر؟ المد يا تاسة إنه المي، مية البحر أو مية المحيط، تتقدم ويرتفع منسوبها وتغطي جزء من الشاطئ. هاي المد، يعني أنت إذا قاعد على الشاطئ المي راح توصلك، بينما الجزر تراجع لمياه البحر عن مستوى الشاطئ، يعني المي اللي قدمت راح ترجع ويتكشف الجزء اللي تم تغطيته وغمره من خلال المد. طبعا شباب عشان يتكون عندك المد والجزر لازم تكون في عندي قوة تأثر على مياه البحر، مياه المحيط. طب هاي القوة من وين؟ شو مصدرها؟ مصدرها الشمس والقمر. مصدرها الشمس والقمر. إذا في عندي قوة جذب راح تخرج من القمر وقوة جذب راح تخرج من الشمس باتجاه المياه، فبتأثر على حركة المياه فبتشكل عندي المد والجذب. مع إنه القمر حجمه كثير صغير مقارنة بالشمس، إلا إنه تأثير جاذبيته أكبر من تأثير جاذبية الشمس. ليش؟ لأن القمر أقرب إلى الأرض من الشمس. لما تتذكر النظام الشمسي وطريقة ترتيبهم ومكوناتهم، رح تلاقي إنه القمر فعلا أقرب إلى الأرض وبدور بمدار حول الأرض، بس الشمس بعيدة عن الأرض. في عدد من الكواكب ما بين الشمس وما بين الأرض، علشان هيك تأثير جاذبية القمر أكبر من تأثير جاذبية الشمس. يحدث عنا في اليوم الواحد مدين وجزرين. في اليوم بصير في عنا مدين وجزرين. في المنطقة الواحدة بصير المد بيجي له الجزر أو بيلحق الجزر كل 6 ساعات، بصير عندي المد والجزر. عشان هيك بيكونوا عنا مدين وجزرين خلال اليوم الواحد. الآن بدنا نحكي عن موضوع أعلى مد وأدنى مد. متى بده يحدث عندنا أعلى مد ومتى بيحدث عندنا أدنى مد؟ اطلع معاي على الشكل. علشان يتكون عندنا أعلى مد، أعلى ارتفاع للمد، بده يكون عندك الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة. عشان يتشكل عندنا أعلى مد ممكن يتشكل عندنا بطورين للقمر، إما بطور المحاق أو طور البدر، بس لازم يكونوا على استقامة واحدة. يعني يا إما بيكون القمر بطور المحاق فبيكون على استقامة واحدة مع الشمس والأرض، أو في طور البدر برضه بيكون على استقامة واحدة. بينما أدنى مد بده يكون عندي الشمس والأرض. طيب وين القمر؟ هي القمر طلع ما راح يكون على استقامة واحدة زي أعلى مد، لا، بده يشكل معي مركز الشمس ومركز الأرض ومركز القمر زاوية قياسها 90 درجة، هي زاوية قائمة أو مثلث قائم الزاوية ما بين مركز الشمس ومركز الأرض ومركز القمر، سواء كان القمر في طور التربيع الأول أو التربيع الثاني اللي هو التربيع الأخير. لازم يشكل معانا مثلث قائم الزاوية عشان يتشكل معنا أدنى مد. أكثر البلدان يا تاسة اللي بيشعروا بالمد والجزر اللي هي منطقة كندا. نقدر نستفيد من تيارات المد والجزر بتوليد طاقة كهربائية يتم استخدامها والاستفادة منها في حياتنا اليومية. بهيك تاسع بنكون أنهينا حصة اليوم. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.